أتيت لأقدم التهاني إلى قطر أميرا وشعبا وبرلمانا، ونتمنى لهم دائما أن تكون أعيادهم الوطنية وهم في مزيد من التقدم والازدهار، وأن تجلى الغيمة وأن تعود قطر شقيقة ولها دورها الكبير المميز على الصعيد العربي والإقليمي والدولي. ونتمنى لها دائما التوفيق والسداد في ظل سمو الأمير تميم. نبارك إلى دولة قطر الشقيق هذا العيد الوطني وعلى رأسهم سمو الشيخ تميم. طبعا العلاقات الأردنية القطرية دائما وأبدا علاقات أخوة وعلاقات محبة، وهذا بينسجم مع مصالحنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية كأخوة في الدم وأخوة في المحبة وأخوة في العروبة والإسلام. نبارك لدولة قطر طبعا، وهذه مناسبة سعيدة الحقيقة تحتفي فيها دولة قطر بعيدها الوطني وبإنجازاتها، وإحنا سعيدين أيضا للتنسيق الموجود بين دولة قطر والأردن في القضية المهمة الآن وهي قضية القدس. نأمل بإذن الله أن يستمر هذا التنسيق وأن يستمر هذا التواصل، لأنه إحنا بنعتبر أنه الأردن وقطر يميزها علاقة أخوية جدا طيبة، وبإذن الله يعني نتجاوز الأزمات ونبني على هذه العلاقة مستقبل مشرق للبلدين. إحنا كنا سعيدين أنه في حصل اتصال من سمو الأمير بجلالة الملك، ويعني كان في تنسيق تماما وتبني للموقف الأردني والاستيادة الأردنية والوصاية الأردنية على القدس، ودعم لكل ما المواقف اللي بتقوم فيها الأردن باتجاه هذا الملف، ملف القدس. فإحنا سعيدين أنه يعني الأردن وقطر على قلب قضية واحدة في هذا الأمر. أنا صخر نسور، نقيب الجيولوجيين الأردنيين ورئيس اتحاد الجيولوجيين العرب. والله بتمنى لقطر كما أتمنى للأردن ولكل الدول العربية كل الخير والهنا والسعادة والأمن والاستقرار والإطمئنان، والعلاقة الأردنية القطرية بأمانة تاريخيا علاقة بنعتز ونفتخر بها، وإحنا اليوم منشارك إخواننا القطريين هذا الاحتفال آملين أنه يكون العام القادم عام خير وبركة، ومتأملين أنه تتطور العلاقات الأردنية القطرية وخاصة في مشاريع الطاقة، كوني أنا مختص في الجيولوجيا والثروات الطبيعية، أن يكون في مجالات تعاون في هذا المجال بما يعود بالخير والنفع على البلدين وقيادتهم الكريمة. والله أنا تحدثت مع سعادة السفير وأنا داخل في أنه يكون في لقاء بيننا كنقابة والسفارة حتى نبحث شو بإمكانية التعاون، والتعاون مجالات واسعة، يعني أولها الغاز القطري بعون الله. فإن شاء الله أن يكون يعني كمنظمة مجتمع مدني يكون فينا مبادرة باتجاه الإخوة القطريين أنه يكون في تعاون في مجال الثروات الطبيعية وخاصة الطاقة اللي الأردن اليوم محتاجيتها. فمن كلهم كل عام وانتم بخير، ومنرحب في كل القطريين والعرب في بلدنا، بلد سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. وشكرا لرم اللي دائما متواجد في كل المحافل وكل الأنشطة اللي دائما بيغطي هذه الأنشطة. شكرا جزيلا. Yes, my name is Abel Labarca and I am from Mexico, and I think Qatar is a very interesting country. This is developing very rapidly and I think it's bringing a lot of new challenges in the Middle East. كل عام دولة قطر بخير ومبارك النعيم بخير، ويا مرحبا بكم في محل الجميع. دولة قطر بخير والشيخ تميم بألف خير إن شاء الله. كل عام وأنت بخير يا قطر، وهني صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وهني الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وجميع الشعب والمقيمين على أرض دولة قطر.